get a good feeling, yeah.
you down. The heart has taken control. There's no one around. 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 We're fading away.
الناس بتحب تبيك اولاف ضد ليسن عشان اولاف بيقدر يأوت دو لليسن، لكن ضد راكساي، راكساي عبارة عن تانك، اولاف هيبقى برضه تانك، فالاتنين لما يضربوا في بعض هيقعدوا يخبطوا في بعض بالساعتين محدش فيهم هيموت. فضد راكساي عادة بتبقى عايز تاخد جانجلر عنده سي سي رهيب، اولاف ما عندوش سي سي. فانا متوقع دلوقتي هنشوف الجانجلر من اونر فيكاري هيبقى حوالي اليس، زاك او سجواني بالظبط. سجواني سجواني بتعمل كمية سي سي رهيبة بالكيو بتاعتها، بالالتي بتاعها بيغير تيم فايتس، فالسجواني ميكس بيرفكت سنس. ضعيفة شوية دلوقتي، الكلير سبيد بتاعها مش اللي هو، ولكن مش بتقول لا ابدا. فالاتنين جانجلرز هيبقوا تانك جانجلرز، الاتنين جانجلرز هيبقوا الانيشيترز الفرونت لاين، فهنشوف وشكلهم شغل عاوزين حلو من كمان دول. يعملوا اللوك ان لجانا، كانوا هيعملوا بيك للاش بس نيفر مايند، جانا دلوقتي اللوكت ان they revealed الجانا بس they took it away في نفس الوقت، فدلوقتي هنشوف تراش تيم جيمنج هيردوا بايه. كيتلين شكلهم عاوزين يختاروها، نشوف برضو ستيك زيمباوي ناوي يختار ايه كمان. كيتلين مش هتكون باد بيك، اوه كارما كيتلين بوت لين اوف، كارما لوكت ان اوريدي. كارما من السبورتس اللي بجد بيزعلوا جانا جامد جدا، عندها كمية بوك رهيبة دلوقتي. مش كيتن، لوشن هو البيك الأخيرة، التانية التالتة آسف، هو هيبقى الاي دي كاري تحت، غالبا هيبقى معاه كارما بس مش متأكد، ممكن كارما تروح ميد لين. الفكرة في بوت لين دلوقتي، الجانا بيك اختاروها مجرد ضد الراكس عشان جانا توقف الانجيج بتاع الراكس بطريقة حلوة جدا، فراكساي مش هيعرف يخش يعمل النوك اب اللي هو عايز يعملها. لكن الرد بكارما لوشن معناها ان هم هيركزوا جامد جدا، بوت لين ديت هتبقى عباره عن كيل لين، الكارما لوشن هيكونوا عايزين يخشوا دايما يجيبوا كيلات. ضد جانا الموضوع مش سهل ابدا، ولكن كارما من احد احسن الشامبيونز اللي انت ممكن تبكها ضد جانا. ليه؟ جانا عباره عن ديس انجيجر، بس لو انت عمرك ما هات انجيج اصلا، انت عمال بتبوك في اللين، فانت هتزعل جانا جامد. شوف الرد الناحيه التانيه من اونر فور كاري هيبقى عامل ازاي. سندرا وكيتلين على طول لوكت ان. سندرا كويسة جدا في الميتا دي بالذات بالرينج بتاعها، كيتلين برضو هتساعد جامد جدا في البطل ان هي عندها الايرلي جيم بريشر بالذات لو هي مش عاوزة ترجع ورا. it makes perfect sense for him to pick into a Lucian Karma، بس برضو لازم يلعبوا سيف عشان تيم تراش جيم شكلهم عاوزين يركزوا على البطلين. بس إيلاوي also picked دلوقتي، إيلاوي توب لين بلايند بيك لغايه دلوقتي، ما اختاروش هم التوب لينر بتاعهم، بس إيلاوي نوت باد بالذات في التيم فايتس، لوتس اوف تكتيكلز لوتس اوف دامج، حتى بالذات ان هي جوجر نوت تقدر حتى تاخد 2 في 1 اف شي از فاد انف. فإيلاوي ويل بي ا فيري امبورتنت لين از ويل. شكلهم عاوزين ياخدوا كنترول ميج فيكتور لوكت ان فور تراش تيم جيمنج. عجبني الفيكتور اكتر بكتير من اللوكس. اللوكس مش فكره وحشه ابدا، ولكن لوكس ضد ساندرا دي مصيبه بالنسبه للوكس. لوكس هيتعمل لها بيرست كل مره، فالفيكتور احسن بكتير عشان الفيكتور بيبقى تانكي شويه، لما يجيب الرايلايز بتاعته بيبقى معاه بيس اتش بي اكتر من اللوكس، فممكن يسرفايف الساندرا التي، وده اللي هيفرق في الاخر. فالفيكتور بيك عجباني اكتر بكتير من اللوكس. هما كانوا محتاجين اصلا كنترول ميج يبقى يسكيل كويس قوي للليت جيم، عشان لو بركست الاوي اي دي، لوشن اي دي طبعا، وراكساي اي دي، فهم محتاجين ميج ميد لين اي بي ليت جيم سكيلينج هو اللي هيشيلهم من ناحيه الاي بي، وهو فيكتور احسن قرار كان ممكن ياخدوه. ديفنتلي طبعا. هنشوف دلوقتي التوب لين بيك هتكون ايه كالرد. شكلهم ناويين على الماوكاي ضد الايلاوي تانكي ماوكاي، مش وحش، في بيتر اوبشنز نيسس، شكلهم عاوزين يختاروه. بيك هتكون غريبة شوية بس شفناها قبل كده، ولوكت ان النيسس ضد الايلاوي. رأيك هي ايه يا لين مرة؟ صعبه، لين صعبه للناسس على حسب هو هيلعبها ازاي. لو هو اكيد طبعا. هيلعبها من ناحيه اللين بريشر ناسس اللي انت كنت لسه بتجربه معايا في النورمالز، لو عملها طريقه اللين بريشر ناسس كواس اللي عملها، مش هيزعل ضد الاوي، هيبوش الاوي ان، الاوي مش هتعرف توصل له، هيسبام الاي، هيماكس الاي، هيقعد يبوش الويف، فالاوي هتزعل منه. ولكن لو ما عملش البيلد ديت وقرر انا هستاك، هيزعل جامد جدا، عشان الاوي عندها واحد ويف كلير رهيب، اتنين بوك في اللين غريب، وناسس اكبر كاونتر ليه هو ان حد يبوك هيم داون. ف ناسس لازم يروح طريقة البيلد بتاع الكواس اللي هو اللين بريشر ناسس، اللي عادة هي ماكس اي، هنلاقيها هيجيب زي زيرو فيرست ايتم، فالاوي هتبقى في مشكلة كبيرة توب لين، وفي نفس الوقت ناسس هيبقى بوشينج على الاوي جامد، فدي فرصة لراكسا ان هو يجانك توب لين ويجيب فيرست بود، او يعني يجيب اكتر من فيرست بلاد، ممكن يجيب فيرست بلاد بعد كده يخش على الجنجل بتاعت سجواني. سجواني مش هينفع تقول لا، ف هم
it's all about ناسس هيلعبها ازاي اللين. انا شايف ان هو مش واخد فلاش، هو واخد جوست تي بي، فا he's actually very very weak لجانكس، فدي فرصة ريكساي ان هو لو ركز على توب لين ممكن يجيب كلات بكل سهولة، بالذات ان إلاوي بتعمل كمية دامج رهيبة. بس فبنشوف ايه بالذات علاقتها اكتر. الكواسس او الكواس نيسس او حتى اللين بريشر نيسس، الاستراتيجي وراها ان انت تفضل تعمل اللي مش عارف ان انت تعمل ماكس الاي بدل ما تستاك كيو، تفضل تعمل سبام الاي على الاوبوننت على الويف عشان الويف تفضل تعمل بوش انت تخلي الاوبوننتك دايما تحت التريت، تفضل تعمل له بوك رهيب عندك لين بريشر عليه عالي. بس كواس نيسس دي محتاجه ماب اويرنس وتركيز ووردنج يكون اون بوينت. لو انت غلطت في ووردنج، لو انت ما كنتش مركز على الماب، يبقى هيجي لك جنجل بريشر رهيب، وان انت دايما هتكون كامب وهتكون ايزي جانكس. بالذات ان هو دلوقتي ما عندهوش فلاش، فلازم يكون معاه ووردز كفايه عشان حتى لو استخدم الجوست يعرف يهرب بسهوله من مدي. فدلوقتي كواس نيسس مش بيك وحشه، بالذات لو لعبها صح، ان هو هياخد كل الجنجل بريشر، كل الجنجل بريشر هتكون في توب لين. هم بالذات ان هم تراش تيم جيمنج عاوزين يعملوا فوكس على البوت لين، خلي بالك. يعني حتى كارما اخذت اجنايت، فكل الفوكس المفروض يكون في بوت لين. بس لو ديفاين بلوستم لقى ان there's too much lane pressure on Nessus، هيضطر ان هو يروح توب لين. طبعا الالتم بتاعت ريكساي هتساعده في الموضوع ده، ان هو يقدر مثلا يعمل جانك توب لين بعدين الت تحت البوت لين، دي هتساعده. بس دي بعد ليفل 6، احنا بنتكلم بري ليفل 6، هيكون Nessus هو واخد معظم اللين بريشر لو لعب الكواس Nessus صح. خلي بالك نقطة كمان كنت عايز أركز فيها، الميد لين سامنر سبيلز دلوقتي فيكتور واخد كلانز، سندرا واخد جوست، فالجوست هتنفعه جامد جدا في التيم فايتس بالذات ناحية ميد جيم، تنفعه كمان لو عايز يروم ممكن يفتح الجوست يوصل توب لين أسرع من فيكتور، لكن في نفس الوقت الكلانز بتاعت فيكتور هتنفعه ضد الستان بتاعت سجواني، الالتي النوك اب بتاعت سجواني، الستان بتاعت سندرا، لكن غير كده مش هتنفعه كتير. فالكلانز از ا جود ديفنسيف بيك، It's a good ولكن defense. الجوست هتبقى مفيدة أكتر، فأنا حاسس إن سندرا على وقت الميد جيم هتبقى ليها إفكت أكتر من الفيكتور، until مثلا ليت جيم فيكتور يكون معاه 4 items يبقى أقوى. هنشوف الصراحة سريما و سندرا مش عايز أقول اسمه، فيكتور وسندرا بنشوف اللين هتمشي إزاي، هو عادة المفروض ما يكونش فيه أي كيل بريشر للناحيتين until level 6 المفروض. اي جي اس عايزة تفوز عليكم يا جماعة، هو اي جي اس لسه هتلعب الساعة 9 بالليل مش دلوقتي. I think هنتفرج على تيم اي جي اس الجيم اللي جاي المفروض. عموما هنخش اللودنج سكرين دلوقتي ناخد بص على الكيستون ماستريز بتاعت الفريقين، كل مرة بنلاقي مفاجآت، مفيش ولا ماتش كان كل الكيستونز as expected. بنشوف المرة دي الكيستون اللي ناسس واخدها هي اللي هتحدد لنا هل هو هيلعب الكواس ناسس ولا هل هو هيلعب الناسس العادي، هنكتشف دلوقتي. مش لودينج سكرين بطيئة شوية، don't blame me blame ريتو. عموما احنا بنتفرج على ماتش تراش تيم جيمنج ضد اونر فور كاري، ما لحقناش نتفرج على فيلم رايس فيلم ايه ماتش رايسز لايف فيرسز نيشنز للاسف بدأ قبل ما نلحق نجوين، فهنتفرج على الجيم ده انستد. الجيم ده المفروض يبقى حلو، بوت تيمز حوالي دايموند ايلو فيبقى كلوس. اوعوا تفهموا غلط من البوردرز ديت، دي كلها المفروض سميرف اكونتس من انا فهمته. الكيستون ماستريز كله از اكسبكتد ريلي، جراسب اوف ذا اندينج على الاوي، الناس واخد جراسب، دي غريبة شوية، عادة الكواس نيسس ما بياخدش جراسب اوف ذا اندينج. بياخد دايما يا اما ثاندر لوردز، يا اما حتى لو عاوز اسمه ايه ده ديث فاير جراسب، اي حاجه تديله اوبر هاند في اللين. او حتى لو عاوز في برضو ال شكلنا هنبدا بالايجيبشن بوز على طول، دي معروفه هيكون في بوز كل بدايه جيم مصري، دي مش غريبه. بس دلوقتي ناخد ثانية كده نتكلم عن ايه اللي هيحصل في التوب لين. تفتكر هو ناوي دلوقتي باللي انت شفته دلوقتي ناوي يروح كواس نيسس،
الصراحة يمكن هو عايز يروح كواسنيسس بس لسه ما يعرفوش كويس، او يمكن خد الماستريز غلط. اصل هو لو راح نيسس العادي هو هيزعل جامد جدا في اللين دي، يعني طبعا اكيد اللين دي دي لين is صعبة جدا. not forgiving بالنسبة للناسس. يعني لاوي اوريدي من التوب لينرز اللي بجد بيزعلوا اللي قدامهم جامد، عندهم ويف كلير، عندهم بوك، عندهم تانكينس، عندهم انجيج، عندهم كل حاجة، فهي اوريدي هتزعل ناسس جامد. فما نشوف هو يلعبها ازاي. انا شايف هو اوريدي بدأ بالكوربتنج بوشن، فشكلها مش هتبقى الكواسنيسس. لا شكلها مش هتبقى كويسنس. لو كان عاوز يختار الكويسنس كان يقدر ياخد دورانز رينج، كانت هتساعده في اللين. ينفع يختار الكوربتنج بوشن دي، هتساعده شويه ان هو يعمل دامج اكتر بالايز، دي تنفع بس مش هتكون از افكتيف في الدورانز رينج. دورانز رينج بتخليك تفضل في اللين اطول، وهو اللي هو عاوزه اصلا ان هو يفضل في اللين عشان يحط مور لين بريشر، عشان لوي ما تعرفش تطلع من تحت التيرت. بس هنشوف دلوقتي داخلين على الجيم، عندنا تراش تيم جيمنج فيرسز اونر فور كاري اون ذا بلو سايد، عندنا تراش تيم جيمنج ريكساي جنجل لوسن ايدي كاري كارما سبورت اللاوي توب لين وفيكتور ميد لين، وعندنا من الناحيه الثانيه ريد سايد اونر فور كاري سيندرا ميد لين كايتلين ايدي كاري سجواني جنجل جانا سبورت ونيسس توب لين. دلوقتي فريقين شكلهم ما فيش حد عاوز يعمل ليفل 1 انفيد زي ما احنا بنشوف عادة، بس يمكن يحصل حاجة سبيشال كل حد موجود في الحتة الستاندرد، عشان بس لو اي حد ناوي يعمل ليفل 1 انفيد يقفش على طول. بس سو فار شكلها هتكون ستاندرد بيجينينجز لبوث سايدز. ملاحظ جواني واقفة عند الراب، واضح ان هي ناوية تبدأ ناحية توب سايد، هي دي خطة ناسس هيديها الليش. بنبص كده على ناسس اشوف الماستريز ومعاه ناتشرال تالنت. اوكي that's very interesting. ناسس واخد 6-6 18 I think. لا غريبة شوية. يا غريبة جدا، انا مستغرب من اللي هو واخده صراحة. 560 هو HP ولا حتى واخد 3 HP. لغاية دلوقتي هو ولا حتى لغاية دلوقتي ما اختارش ولا كيو ولا اي، فمش عارفين دلوقتي هيختار ايه. قرر ان يختار الكيو يبقى فيرست obviously هو ابيليتي. الناسس هيبقى هيلعب الناسس العادي اللي احنا متعودين عليه. فسجواني قررت هتبدأ من ناحية الراب باف بتاعها، نفس كلام ريكساي، محدش يعرف الجمرز هيبدأوا فين، فالفريقين هيجسوا. I think it's safe to say لو انت بتلعب ضد ريكساي، ريكساي غالبا هيبدأ عند الراب باف بتاعته، ده العادي. سجواني هو المفاجأة شوية ان هي تبدأ من عند الراب باف بتاعها، يمكن تكون عايزة تعمل جانك مفاجئ على توب لين كده. في حد قال ريكساي has no items. ريكساي ايه ده؟ ريكساي انا لاحظت حاجه غريبه ان ريكساي ما اشتريش الجنجل ايتم، بس هو ما اشتريش ايتم، يعني ان هو اشتراش معلش خالص. ما اشتريش جنجل ايتم، مش موضوع ما اشتريش خالص، هو ما كانش ليفل 2 لاحظته، ما كانش حتى بص دلوقتي هو اكستريم لو شكله مش I think ايه ده ممكن يموت، ريكساي هيموت. ممكن يموت. لا اخر كروجز لا عرف يخلص الكروجز الحمد لله، هيطب هيرجع ليفل 2 يا جماعه، من كتر البريشر اللي عليه، من كتر ما هو خايف الواد نسي يشتري الايتمز. فدلوقتي بدايه دي مش مشكلة، موفقه يا دي مشكلة كبيرة تراش بالنسبة تيم له دلوقتي، جيمنج. متأخر عن سجواني جامد. احنا شايفين سجواني اوريدي كانت بتتحرك ناحية التوب لين، كانت عايزة تعمل التوب جانك بس مقفوشة من الورد بتاع هاوس. That's a very very smart ward by هاوس، الورد عند ترايب. مش ده سجواني رايحة تاني هاوس، المفروض يكون واخد باله. انا شايف بينجز على سجواني، هاوس فعلا بيرجع لورا. Will it be too late؟ شكلها كده سجواني غيرت رأيها، قالت اوكي مش نافعة مش لازم ولا ايه. سجواني مش عارفه تكرر، داخل على هاوس تاني، هاوس لسه فول اتش بي وفول مانا ومعاه فلاش لو عايز يعملها فعلا، بيحرق فلاش في جات واي، ترايز تو اي في الاخر بس مسز ان دي اند. بيرفكتلي وورث الجانك ديت فلاش بتاع الاوي، مينز ان ناسوس دلوقتي ممكن يحس ان هو سيف اكتر وهو معاه فلاش وهي معهاش، فممكن يلعب ممكن يلعب بطريقه اجريسيف اكتر، ممكن يقوم يقرب للويف ويفارم براحته. بس لو لاحظت حاجة دلوقتي ان تراش تيم جيمنج دلوقتي بتبص على الريكساي بيعمل الكاونتر جنجل للسجواني، هو دلوقتي لاحظ ان هي راحت توب لين وعملت جانك، فريكساي قرر ان هو يروح على البلو، يمكن يتقفش دلوقتي السجواني موجودة بس نيفر مايند. بص على توب لين ناس از انكريدبلي لو يا صاحبي، فيرست بلاد معاك فلاش ليه ما استخدمش؟ معهوش فلاش سوري، معاه جوست بس ما هيش معاه يستخدمها.
وراكسا يتقفش وهو بيعمل بلو باف دلوقتي، ولكن كارما جت تساعده. سواني اكشلي هي اللي بتاخد البلوك. اوه سندرا كانت هتقتله بالدبليو، ولكن راكسا فلاشز اوت اوف ذا واي، وكارما هي اللي بتجيب الكيل فور ذا تراش تيم جيمنج فور بلو سايد. دلوقتي بقى 2-0 في الكلات، كارما هي اللي جابت الكيل، كل الفريق اخد اسيست ما عدا الاوي طبعا. انا شايف باز شكله هيكون في باز، في مشكله ظاهر دلوقتي في الجيم، هنشوف من ناحيه ايه، بس لغايه دلوقتي احنا هنستنى. شكلهم تيم اونر فور كاري عندهم انترنت ايشو، فهم هيعملوا البوز من ناحيتهم دلوقتي. بس لغايه دلوقتي عاوز تتكلم عن ايه يا مورو؟ انا عايز اتكلم مبدئيا عن الفيرست بلاد اللي حصل التوب دي، كانت غلطه كبيره جدا من ناسس، ما كانش المفروض ابدا، بالذات ان الاوي معهاش فلاش وانت سابقها بفارم، الويف كانت بوشت ان عليها، فانت مالكش عذر ان انت تتقتل، بالذات فيرست بلاد سولو كيل، فكانت غلطه كبيره جدا الصراحه. ايه ده، ثانيه واحده، فتح الجوز كملت، فتح الجوز ناسس بتاعه، هل هيعرف يجيبها ولا لا؟ بتهيل من التنتكلز يا ناسس، بتهيل من التنتكلز يا راجل، يبعدها عن التنتكلز، فعلا هيبعدها اخيرا. وجراسب اوف ذا انداينج جاب، بيجيب الكيل للناسس في الاخر، الريفنج كيل، ادي اول كيل لاونر فور كاري في الجيم ده، هو بيروح للناسس. توب معايا 21 سي اس دلوقتي، عايز اشوف معايا كام ستاك الصراحه، ثواني كده نعرف. ناسس كام؟ ناسس حاليا عنده 27 ستاك بعد 5 دقايق، هو متاخر شويه ولكن معذور، الراجل بيلعب ضد الاوي. اوب ثانيه واحده، باتلين شكلها في مشكله، سجواني ناويه تعمل الجانك نفسها فيها، هي باصه هناك لكن هي لسه ليفل 4 معهاش التي، فالجانك مش هتبقى از افكتيف. اوف ايه الدامج ده من السندرا، معهاش غير امبليفاينج توم، يا معهاش غير امبليفاينج توم اوريدي. فيكتور نزل لهاف هيلث، مضطر يحرق الاثنين بوشنز اللي حلته. دلوقتي لو بصيت الميد لينرز تقريبا نفس الفورم، مفيش فرق كبير جدا، بس سندرا قاعده تدمره في اللين، عندها اكستريملي هاي دامج. سندرا دلوقتي هي اللي عندها الابر هاند في الميد لين. سندرا اول لما تجيب 6 هتقتله، اول ما تجيب 6 اول ما سندرا تجيب 6 فيكتورز اندينجر، لازم يعمل ريكول دلوقتي، او على الاقل يعمل بوش الويف ويرجع ويبعد، عشان اول ما هي تضرب 6 وشكلهم هما الاثنين مش بعيد قوي، قريب حقيقة تضرب 6 هما الاثنين. فيري لو ثاندر لوردز مش كفايه، ادي كارما حاولت تعمل الت كيو فورد يا دوبك. لو كانت سندرا اللي جابت 6 الاول كانت هتفرق، ولكن سندرا عشان هي ماتت قبل كده لما راكسا يقفشها في الريفر، فبالتالي فيكتور هو اللي بيجيب 6 الاول. بس حاجة غريبة، نيسس دلوقتي بيستغل التنتكلز الموجودة وبيستاك منها، ايفن دوت سوير استراتيجي، هو بيلبس كمية دامج منها. بس لوشن ثانية واحدة، لوشن في مشكلة، اكزاست داون عالي، فلاش فورد من كارما، عايز اجيب الجنة، لوشن بي فلاش والكيو يا دوبك بالطرف بيجيب الكل لنفسه. دلوقتي كيتن لوحدها واقفة تحت التاور بتلبس كيو هاية كده من كارما، ولكن هي كومبليتلي سيف، معاها لسه الفلاش بتاعها. بس شكله في التوب لين كان في شويه اكشن اللاوي، خوفت نيسس وحتى سيجواني من التوب تيرت بتاعهم. بس نيفر مايند، بص على بوت لين تاني، لوشن شكله عاوز يعمل انجيج على كيتلين، كارب رميت الالت كيو بس نوت ان رينج، كيتلين بالعافيه عرفت تهرب منهم هما الاثنين، اخدت شويه دامج اون ذا واي، بس لازم دلوقتي تحرق البوشنز اللي معاها. كارما مش عاوزه ترحمها، هترمي كيو بس مش هتوصل برضه. دلوقتي نرجع الميد لين، هما الاثنين فول هيد، فيكتور وسندرا. فيكتور مش الاثنين معاهم التي، الاثنين معاهم التي، مين سكيل بريشر عالي جدا للسندرا. يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، سندرا من في ثواني اخد فيكتور من 100 0. هي دي الباور بتاعت السندرا. هي انا فاكر حتى بيبسن قال على سندرا، سندرا از ذا سنو بوليست تشامبيون ان ميد لين، وهو ده فعلا اللي احنا شايفينه. اول ما جابت كيو دبليو اي على طول بالتي مش بتفكر، مع ان هي غلطه الفيكتور، غلطه الفيكتور ان هو ما ادالهاش الريسبكت اللي سندرا ديزيرفز. سندرا المفروض هي عندها هاي رينج، جيف هير سبيس، يعني ابعد من عنها، ما تفضلش جنبها. بس هو فيكتور ديد نوت ريسبكت لسندرا ودفع الثمن، دفع الثمن بالظبط. كانت غلطه كبيره الصراحه، ودي مشكله بالنسبه له. انا هشوف معاك جولد قد ايه، معاه 84 جولد. خلي لسه الفيرست اوف تريد، دلوقتي في تريد الاوي، فتحت الالت معاه 3 تنتكلز، وين في نفس التيك داون، ليس فيري لو، فتح الالت دلوقتي، سيجواني موجوده فور ذا هيلث، بس شي ستيل ليفل 5 فلاش فورورد من الاوي عشان تحاول تجيب نيسس معاك. الاوي عارف انت تجيبه بيفور نيسس،
ضربه باخر حته سجواني سكيورز الكيل، بس نيفر مايند في ميد لين دراك ستايل وفيكتور عرفوا يجيبوا كيل على سندر، بس الاكشن ما بيقفش هناك. اب جانت قفشت من الكورن، بس ويل ات بي انف كيتلين بوكينج داون لوشن تو ميك هيم جو باك، ترمي اوت كيو على كيتلين تو تريد باك. سو فار ذا اكشن از نيفر ستوبينج. اللي بيحصل ده يا مورو ده اسمه جيم حلو. ده اسمه جيم حلو. انا شايف كارما بتلعب فيري اجريسيفلي نفسها. ادي سنير لاندز على كيتلين، كيتلين مضطره تفلاش، جانا بتلبس الفول كومبو من اللوشن يخرب بيت كده الكالين كله، ولا طلقه ميسز بتيجي في الجانا، مفيش هيل عشان تنقذها، مفيش شيلد، مفيش التي، مفيش اي حاجه، والجانا جوز داون تاني دث ليها اوريدي. اللوشن كارما لين عاملين شغل وراها على طول. الماونتن دريك اوبجكتيف سكيور، ماونتن دريك اكشلي مهمه جدا بالذات انك لو عاوز تاخد اي تريد اي اوبجكتيف، فا جود جوب ويل بيد من تراش تيم جيمنج ان هو سكيور الاوبجكتيف بعد الكيلز. فيري فيري ويل بيد. لما حصل ان سجواني، مش سجواني اسف، كانت مين كان، ايوه لما ريكساي، انا اسف، لما سجواني راح الطب عشان تساعد ناسس، ريكسا شاف الفرصه دي وقال انا رايح مد، وفعلا راح مد. بس ثانيه واحده الاوي يخرب بيت كده بتلبس ناسس كميه دامج رهيبه، ناسس فيري لو، ناسس وان تنتكل وحيموت، نفسه يبقى التنتكل دوتش يا رجل. حرام عليك، حرام عليك، ليه ازاي تلبس في تنتكل من الاوي كده، يخرب بيت كده راجل، حرام عليك، ملهاش لا نو اكسكيوز الصراحه، غلطه كبيره جدا من الناسس. ويل بلايد باي ذا الاوي هاوس، لعبها حلوه جدا، عارف ان هو عنده دامج كفايه ان هو يقتلها. ادي سندرا عماله بتحاول تلبس كومبو معاها بلو باف، من حقها تسبام سبيلز زي ما هي عايزه، بس فيكتور معاه الماجيك ريزيست مانتل، فهو هيبقى تانكي شويه، مش هيموت من وان كومبو زي اخر مره. شكله هو عمل تلب فور بيدافع الترد بتاعته، عايز يلحق التاور باي طريقه يا. بس هو في هيوج ليفل ديفرنس 9 to 7، الاوي كومبليتلي ديستروينج نيسس دلوقتي، لبس كميه دامج رهيبه، لبس كميه دامج رهيبه. كان من رايي المفروض يروح الكوا سيس شكلها عاوز تاخد شويه تيرت شوت، بس نيسس هي معاها التي لو عرفت تعمله صح، وبتهيل من الالتي. ناسس بليز كيو الحق نفسك، ملحقش. ماي جاد اوت ليد، That ult miss, but never mind. It's not even needed. Victor, يا متهور يا فيكتور، يا راجل ما كانش لازم خالص. فيكتور جوز داون تو ذا سندرا. هو كمان خلي بالك الاكشن لسه ما وقفش، لوشن شكله عاوز يعمل تيرت دايف، بس مش عارف الجانا موجوده سيبريتد من الكارما، بس البلات هتكون كفايه ان هو ترجعه لللين بتاعه تو سيفتي. اللي بيحصل ده كلاون فيستا ولا جود جيم؟ اي ده نو ايديا بروبلي. ادي كولينج من اللوشن، جانا عليها اجنايت، الهيل هل هتبقى كفايه؟ اجنايت تك كمان هتبقى كفايه فعلا، بتجيب الكل فور ذا كارما. وليه لا؟ وليه لا؟ بوت لين بتاع تراش تيم جيمنج، ادي فلاش فورورد من الكارما ويل سنير بيت لاند لوشن، وان مور هيت تو جيت ذا كيل. الهيل ما كانتش كفايه ان هي تنكس كيتلين. ادي دلوقتي ثانيه واحده ريكساي فلاش نوك اب على سندرا، سندرا معهاش فلاش، شي جوز داون ايزلي من غير فلاش، من غير جوست، من غير حتى التي، مش هتعرف تعمل حاجه. بيرفكت كيل فور ذا ريكساي، كوره 1-0-2 اوريدي، معاه تيا ماتش شكله ناوي على تايتانيك هايدرا، بقيه الايتم بيلز كلها هي كما متوقع منها. اشوف لوشن دلوقتي معاه 1750 جولد، هيرجع هيجيب ايه؟ ما اظنش ان هو هيجيب البلاك ليفر بيلد عشان هي اتعمل لها نيرف رهيب، فانا متوقع اشوف الكريت ايتم اللي هو اسنس ريفر. ديفنتلي هو دلوقتي اخذ كول فيلدز هامر اللي هو ايتم بيت بيلد اسنس ريفر، فشكله ناوي على الكاجوال ايدي كاري بيلد. دلوقتي فيكتور مع البلو باس، بس اللي عاوز ابص على فيكتور دلوقتي، فيكتور 1-2-1 سندرا وفيكتور ما عندهمش فيري بيج سي اس ديفرنس، بس الكيلز باينه، بس سندرا ماتت ثلاث مرات كمان مرتين للراكساي، ف ميد لين نوت فيري يعني مش جود بوينت لاونر فور كاري. اونر فور كاري دلوقتي عندهم توب لين خسرانين بوت لين، ناسس شكله هيتعمل له دايف دلوقتي تحت التير 2 تاور بتاعه، انا شايف راكساي ناوي عليها، بيفكر جامد بس انا اخد الرب احسن، بس جواني رايح حاله، لو اتقفش دلوقتي ذس كود بي فيري فيري ريسكي، ناسس مش هيقدر يساعد سجواني. سجواني مش ملاحظه ان الريب اب بتاعها بتتعمل كل ده، ازاي ما لاحظش؟
مشي من جنبه وما لحقش خالص، فاكرين الاوي لوحدها، لكن هي مش لوحدها، راكساي جاي دلوقتي هو كمان هينقذ النقب على سيجواني. سيجواني بتختفي يا دوبك في لحظتها. ناسوس داخل متاخر جدا، لكن بعد ايه بعد ايه هيحاول يخش على الاوي. هي جوز داون. التنتكلز التنتكلز عامله شغل، بس خلي بالك سندرا لسه موجوده، هتحاول تجيب اي شويه بيك اب كيلز. بص عليها بس نيفر مايند، بوث ديس انجيج، هي جوت سبوتد على الورد. بس في بوت لين دلوقتي لوشن وكارما لسه البريشر از ماونتنج على كيتلين، مش عارفه تعمل اي حاجه. الفوك جاي جامد جدا، بس نيفر مايند. فيكتور بيفتح الت على سندرا، بيستخدم الكلينج والبي اب. سندرا الت نوت انف تو كيل هيم. فيكتور عارف يعمل 1 بي 1 سولو كيل ضد السندرا. دي فكرة الماجيك ريزيست اللي هو شريف. لو بصيت على السكور بورد هو محمل ماجيك ريزيست رهيب، وهو ده الصح. دي الطريقة اللي انت تخدم بيها سندرا، تستاك الماجيك ريزيست، الكيل بريشر بتاعها جوز داون، تعرف تكسب التريدز ال 1 في 1 اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. شايف بينجز على بوتلين، حاسين ان سجواني موجودة وعارفين ان هي ناوية تكاونتر جانك بوتلين لو حصلت الجانك. بس عموما كنت عايز اقول حاجه، فيكتور كل ده كان لسه واقف على الفيرست ابجريد بتاع الهكس كور، اخيرا جاب السكند ابجريد دلوقتي. فالسكند ابجريد بيفرق جامد، السكند ابجريد عاده كفيكتور بلاير انت عايز تابجريد الكيو بتاعتك سكند، بتزود الدامج، بتزود الشيلد، وبتديك زي موفمنت سبيد انكريز كده لما بكيو حد، فبتساعد جدا انت تشيس كيلز. بس ثانيه واحده التريد بوتلين بدات، كارما الت كيو كالينج بتقتل جانا ثرو الالتي بتاعها. يا ولا التي ولا اي حاجه، راكساي دلوقتي عايز ينزل كيتلين تحت التاور، كيتلين فلاش زوي، راكساي معهوش فلاش بس بيوصل لها كده وكده. النوك اب، الكل، التيامات كفايه، السندرا التيامات بيسكيور الكل لراكساي. راكساي عايز يهرب دلوقتي، سندرا وسجواني موجودين، هينوك اب الاثنين، عارف ان فيكتور موجود، لوشن من فوق الحيطه عايز يوصل، بس سجواني قالت فاكت، مش لازم خالص، مش هعصب نفسي. خلي بالك الاوي دلوقتي بتعمل سبليت بوش على التوب لين، جاب ناس مش عارف حتى يدافع عن التريد بتاعه. اتس جوينج داون كده ولا كده يا صاحبي، انت مش فارق معايا في هيوج ليفل ديفرنس، تو ليفلز اكشولي. ناسس ولا عارف يفارم ولا عارف يعمل اي حاجه في اللين بتاعه. ذس از ايلاويز لين رايت ناو. ايلاوي مش فارقه معاها اي حد اللي موجود، هتجيب التريد هتجيب التريد، هتجيب ناسس هتجيب ناسس، وبرده جانا جاي تساعد، بس مش هتعمل اي فرق. جانا جت ديليتد. جانا راح فين؟ مسحت وراحت فين؟ مش موجوده اصلا. اللاوي تو ماتش دامج، وداخل على طول على كيت السيتواني. نيفر مايند تفلاش اوي من سيتواني، الارض تفتح التنتكلز ولت بي ان اوف كيت دامج على سيتواني. تفلاش دروبس لنيسس، نيسس بيكمز فيري لو، بس they manage to get the kill. كيتلين كيورز ات. ماونتن دريك اون ذا اذر هاند بينج دون. بص على البريشر اللي لاوي دلوقتي حط على كل حاجه، لدرجه ان هم they got a free dragon. فيكتور دلوقتي موجود عشان يكلين اب النيسس، فتح الارض and manages to secure the kill. هل هيروح على كيتن؟ لا، عمل ديس انجيج. بس خلي بالك سندرا دلوقتي جاي عشان تقفل عليه، ويل ات بي انف تفتح الجوت تجري وراه؟ هل هي معاها انف ده؟ مش كيتن بتاع الالت فلاش فورورد من جانا، جانا ما عملش حاجه لسه، الجوت مفتوح من سندرا. انت لو انت عايز تكلر وان الت ويل بي انف. بس اون ذا اذر هاند خلي بالكم سندرا معلش لوشن ريكساي وكارما اون ذا اذر هاند جابوا بوت تيرت. One kill for one bot turret. I think this is a very worth three. أنا ملاحظ كل التاورز الاوتر تاورز كلهم وقعوا ما عدا بتوع ميد لين، فانا لو من تراش تيم جيمنج ابدا اركز على ميد لين دلوقتي. اول ما اجيب الميد تاور هيبقى عندهم كنترول على الماب اكبر بكتير. لوشن قفش سندرا، من امتى واحنا بنشوف ايدي كاري بي 1 في 1 الميد لينر؟ ولكن سندرا بتستانهم وبتعرف تهرب يا دوبك. لو ستان دي كانت بس كانت هتبقى كل اللوشن. هو فاز الدرجات دي 4 0 2 مع اسنس ليفر. الريفت هير البيت عمل من تراش تيم جيمنج، وهو ده الصح. This is how to correctly snowball الجيم. جابوا الاثنين دراجونز، بيجيبوا تاورز يمين وشمال، دلوقتي بيجيبوا الريفت هيرل. هو ده الطريقه الصحيحه ان هم يسنوبول. لو بصينا على في خمسه كنترول ووردز على الماب من تراش تيم جيمنج، لو بصيت خمسه كنترول، كل واحد من الفريق جايب على الاقل كنترول وورد. يخرب بيت كده يا جماعه، هو ده التيم الصح. لوشن دلوقتي في مشكله، الستان مسز من سندرا، كارما بتفلاش اجريسيف، بتحاول توصل للسندرا لكن سندرا تحرق فلاش هي كمان. ما حرقتش فلاش انا اسف، بس سندرا بتعرف تهرب كده وكده. كارما كان نفسها ان هي تثبت سندرا، لوشن حظه حلو ان هو عرف، كان معاه فلاش عرف يهرب من ستان. راكساي كود بي ان ترابل، لا معاه التانل بتاعه يهرب من فوق الحيطه. ناسس لسه مش تانكي كفايه، معهوش غير فروزن هارت، يعني ات ذس بوينت ما اظنش ان هو تانكي خالص اكشلي. طب بيلمس كميه دامج سنيرد من الكارما، هير كمز راكساي دبل نوك اب على الاثنين تانكس. ايه الستان دي من سيجواني؟ 3 مان التي هل هتبقى كفايه يا ترى؟ مش هتبقى كفايه. جانا بتفتح الالتي بتحاول تهرب،
بتحاول تساعد فريقها بس مش بتلحق تعمل اي حاجة، بتموت هي وتساج واني الدنتكل. حرام حرام اللي حصل ده يا مورو. سجواني مركزتش، ما لاحظتش ان في تنتكل وراها وبتلبس في كميه دامج رهيبه. يخرب بيه كده الاوي 9-4-1 داتس دانس بلاك ليفر اوريدي كومبليتد مع 2 ايتمز قصاد مجرد ال1 ايتم ونص بتاع ناسس. يخرب بيت كده دي الاوي مرعبه هاوس. انا اظن في جيم 2 لازم يا اما يبانوا الالاوي بتاعته يا اما يفكروا في بلان ان هو يتعاملوا معاها، عشان هي حاليا هي اللي مكسبه تراش تيم جيمنج الجيم كله. هي عامله شغل عالي جدا الصراحه. ادي الاثنين تاورز بتوع ميد بيقعوا هو كمان بعد 19 دقيقه، مفيش ولا اوتر تاور باقي فور فريق اونر فور كاري. الناحيه الثانيه كل التاورز موجوده لتراش تيم جيمنج، ده فريق مسيطر على الجيم. كل التاورز موجودة، واخدين كل الدراجونز، واخدين كل الاوبجكتيفز اللي ممكن ياخدوها على الماب. مفيش ولا باف في الجنجل بتاعة اونر فور كاري. فتراش تيم جيمنج فيري فيري ويل بلايد الصراحة. حاطين حبة ديب بورتس حلوة، محتاجين ديب بورتس أكتر من كده من شوية، محتاجين يحركوا مكان الكنترول ووردز. يعني مثلا الكنترول وورد اللي واقف في بوت لين بوش دوت ملوش أي فايدة دلوقتي، المفروض اللي اشتراه يجيب واحد بداله ويحركه حتة تانية. بالظبط في 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 كنترول ووردز دلوقتي. ايوه من 5 دقايق كان بوزيشن ميك سنس، ولكن دلوقتي خلاص اللعب بقى مختلف. مفيش تاورز، فانت بتلعب اجريسيفلي اكتر، بتخش في الجنجل بتاع اللي قدامك، فانت عايز تحط ووردز اكتر في المنطقه، عايز تحرك الكنترول ووردز بتاعك كلها كخط لقدام. وده اللي المفروض يركزوا عليه دلوقتي، بالذات ان بارن سبوند. هما ممكن يعملوا بارن دلوقتي سبون، لازم ممكن يعملوا فيجن دلوقتي، ممكن يعملوه على فكره، بس لازم دلوقتي يحطوا لين بريشر على اي لين، يعملوا بوشنج لكل الويفز. وده هم اللي بيعملوه. لو لاحظت توب لين دلوقتي بوشنج الويف بوت لين، الويف كان بوش ميد لين از بوشنج رايت ناو دلوقتي ناويين على البارن، بس نيفر مايند عملوا وورد عليها اونر فور كاري. هم عارفين لو هيعملوا البارن هيتبدا دلوقتي فيكتور وسبوتد على الورد، شكلهم هم ناويين دلوقتي يدخلوا جوه البارن بس مش بيعملوه. حطوا وورد دلوقتي عارفين ان هم ناويين عليه بس مش هيعملوه. I think it was a barren bait right now with a bait was taken. Will it be dangerous دلوقتي ان هم يعرفوا اللاوي دلوقتي؟ اي شورت الفريق كله بيكولابس عليها. لو دلوقتي دخل فلاش فورورد بالتنتكلز قلت فتحت ليه اوف بيت ولت بي انف نو نوت انف تو كيل اني ون بس نيفر مايند. اون ذا اذر هاند لوشن وفيكتور مانج تو بيك تو كيل لاوي لي سبورت سيجواني ريكساي جس ذا كيل اون جيرا. ما فاضلش غير ناس نزل فتح الجوس عشان يهرب بس ولت بي انف هيز اولموست ديد. 3 ممبرز ار ناو اون ذا توب انهبيتر و 2 ممبرز جوينت تو تراي تو كيل سو از هي از دوينج ذا سو از ويل هي بي ايبل تو دو ات هي از دوينج ذا But what the heck? Honor for carries. Five surrender at minute 21. GG well played. Game one of the series goes to Team Trash Game. Well played. ده أحلى تي بي شفتها في حياتي. أحلى تي بي شفتها في حياتي. يا نهار أبيض. يعني بجد 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 not like this not like this. بس عموما Trash Team Gaming win game 1. ignore الصورة اللي ورا يا جماعة، ده مش Rice's Life for Nations، ده Trash Team Gaming versus Honor for Carry and game 1 goes to Trash Team Gaming. عايز اخد بصة كده على الدامج تلت للفريقين. يخرب بيت الدامج بتاعي لوي. Absolutely MVP بالنسبة لي. Not even close. Man of the match goes to Illaoi for game 1. Illaoi كانت dominant في اللين. كانت دايما عاملة pushing لللين. كان اللين بتاعت دايما هو اللي كسبان. ما كانش فيه أي signs of weakness من Illaoi ضد Nasus. Nasus اتدمر. احنا افتكرنا ان Nasus كان هيلعب بالكواس Nasus build. بس اول ما اكتشفنا ان هو اخد stack Q Nasus build. Nasus paid the price. Nasus ما عرفش اصلا يفضل في اللين بتاعه، ما عرفش ولا يعمل تريدز. حتى التنتكلز من الاي كانت بتخلص عليه من كتر ما هو بيطلع من التريدز with low health. فمان اوف ذا ماتش ديفينتلي اللي مكسبهم هو الإلاوي. ابسولوتلي الصراحه انا لو من فريق اونر فور كاري لازم افكر في طريقه ان انا اوقف الإلاوي دي.
ديفنتلي لازم دلوقتي يفكروا باستراتيجي بجيم بلان ان هم يركزوا على التوب لين بالذات ان هم دلوقتي لو لاحظت في حاجه ما كانش في ذات ماني جانكس اف اني جانكس في البوت لين. مش احنا قاعدين نتكلم دلوقتي كل الفوكس هيكون في البوت لين، بالعكس كل الفوكس كان في التوب لين وفي الميد لين. المفروض النيسس هو بالذات ان هو يكون السبب، بس نيفر مايند الالاوي كانت السبب ان كل الفوكس على التوب لين من كتر ما الالاوي كانت بتدمر وبتحط لين بريشر على نيسس. سجواني اضطرت ان هي تروح توب لين، ريكساي كان فري ان هو يروح ميد لين وجاب سكسسفول جانكس على سندرا، فهو ده هو اللي حصل في الجيم دلوقتي. بوت لين ما كانش فيه جانكس كتير قوي، في الاخر كان فيه جانكس من ريكساي بس مش زي ما احنا توقعنا ان هيكون فيه في الايرلي جيم، بس الجيم في الاخر جوز تو تراش تيم جيمنج، ويل بلايد جي جي. دلوقتي هنروح في جيم 2 من السيريز بعد قليل. All of you go to spec. I'm an invite. حاضر. دلوقتي تعال. مبروك. لويز اللي بين هو زعلان شوية، زعلان شوية. هتستريمو جيم مين الساعة 9؟ هنستريم اي جي اس فيرسز جول. والله Alright. Fancy ADC clowns sucks. Mean clowns. Who's clowns? I have no idea. ولا أنا الصراحة. Yep, this is game 2. Game 1, TTG 1. In 22 minutes. يا رب. let's face the music.
Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the eighth round. Box battle or break down. For the beat in the rhyme tone, jump in the cyclone. S C Y L E S, yes, yes, I know. The rap team, backseat, pack that team for the rock. Pluck the best seed, off the wall, spinning the gorilla tag team. What's up now, duck down, suck, they can't breathe up. Don't be the team, the demon effect, please don't step. You wanna be one of my pet peeves, huh? The more beef, the better. Sound gay, but you all wanna sleep together. Okay, in the club, we don't sneak the letters. Why not? We got so much street credit, the fucking police let us. Now that's bullshit, huh? Cause we don't track heat. So come and get your head cracked at a fat meat. Keep it moving, it's on now. Making it rock loud, shaking it rock loud. Flipping the punk style, faking the funk out. Duck, watch the prom, what now? Watch your power shit, get sucked down. Click, click, pow, pow, nah, 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 nah. Just what I thought was up now. Click, click, pow, pow, nah, 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 nah. Just what I thought was up now. Hold it down, never give in. Style, living your limbs on whether you want it to end. 30 syringe, I murder them again. 9-7, serving them sins. And 30 of friends, and knocked out, turning the wind. Hopped out, what you want, beer, bourbon, and gin. I'm a bitch, you can tell by the flippers and fins. Come on, yo, I got a rock style. Feeling the horse spring, and show rhythm with the distorted guitar string. Who am I? Russian Malay, Kumita. Pushing it back, hot in April Bank in July. And we got 5-1, stereo, pop gun, live. Here we go, S.O.B. drop song. For the kids in the hall with the new black tape. Blast from both angles, a boondock saint. So get up, and let the sound hit ya. Snap this audio style picture, moving this on now, making it rock loud. Shaking the rock wild, breaking the punk style. Faking the funk, pal, dog, watch the prom, what now? Watch your battleship get sunk down. Click, click, pow, pow, nah, 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 what? Just what I thought was up now. Click, click, pow, pow, nah, 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 what? Just what I thought was up now. Splitting the belly up on the shellfish. Shit in Indian style, banging the fell blitz. Drilling your brain like rapping video games. Fill a syringe for the styles so sticking into your veins. Yo, what kind of shit is it, y'all? Really, your style really your yarn? Come on, punk, fuck off. You really gotta be gone. Ripped out of your brain. Piss covered in shit. The distance, SOB gang. Son of a bitch, I'm a star killer for kicks. They're in the Air Force, one of the globe. I can't fit, get it? I'm sick with it when I spit the venom in it. Flips up in a minute. Gets the women in a quick dilemma. We can settle it now. And I don't know who did it, but they said it was styles. Click, pow, nah, down, what? Just what I thought was up now. Bus, took the train, went to work, ignored the pain. What a rainy day, unfriendly faces, got dragged around all types of places. Closed my eyes, smelt your hair, looked around but you weren't there. Had some lunch, jacket potatoes, chicken wings and fried tomatoes. After that, lit a fag, said a prayer and took a drag. These days I toast, never do combust so much. I burn for the both of us though. Okay. I nabda game 2 already, Shklakala. Chosen, are you here? Yes, I am here and ready to watch game 2 of the series. دلوقتي داخلين team Trash Team Gaming on the right side. Now they should be دلوقتي on the red side versus Honor for Carry on the left side, the blue side دلوقتي. But let's see the first ban على طول Karma, not a bad ban بالذات ان هم دلوقتي لعبوا ضد Karma وحسوا بالإفكت بتاعها last game. كارما دايما بتكون كويسة في اللين, بس ياسو instantly same ban on the other side. ياسو was a weird okay-ish ban, بس يعني there are better bans to pick, بالذات
ان انت لعبت ضد الإيلاوي، لعبت ضد الفيكتور، المفروض تشوف ان انت تكون عاوز تعمل بان للحاجات دي. دلوقتي الإيلاوي على طول بان، مش عاوزين يدوا الإيلاوي، مش عاوزين يلعبوا ضد الإيلاوي. ف well good ban from the other side. Syndra دلوقتي بان، yes actually a pretty good ban. Syndra is a very strong mid laner، واحنا شفنا كده last game ذات بالدمج ما كانتش ليها تأثير جامد قوي، بس في ال 1v1 solo kills كانت الدمج بتاعها موجود ضد الفيكتور. دلوقتي فين هتكون باند، فين زي ما احنا قلنا اخر جيم هي كويسة جدا في الميتا حاليا، فهي طبعا ناتشرال ان هي هتكون باند. دلوقتي هيكرم هيكون سيم باند زي جيم 1، هيكرم جود جونجلر اول اراوند تو بي باند. دلوقتي هنشوف وات ويل بي ذا فيرست بيك على طول. لي سين انستا لوكت، ايه رايك على لي سين انستا لوكت ده يا مور؟ عجبني ومش عجبني في نفس الوقت. ليه؟ عشان ليسن من الجنجلرز اللي هو قوي جدا early game، واحنا شفنا الماتش اللي فات ال early game بتاع فريق اونر في كاري كان حلو، كانوا ماشيين حلو اول 15 دقايق كده كانوا ماشيين حلو جدا. فا اي ثينك هم حاسين احنا ال early game بتاعنا قوي، فاحنا لو ركزنا على ال early game وعرفنا نسنوبول الجيم من بدري ممكن نسيطر على الجيم. فا اي ثينك هو ده ليسن بيك. كيف في نفس الوقت لو ما لحقوش يعملوا سنوبول دوت ليسن هيبقى مشكله coming into the late game. فعادة الرد ده ديسن بيبقى انت عايز تاخد تانكي جانجلر شويه، مثلا ريكسا، ايزاك، اولاف يبقى كويس جدا ديسن، اليس برضو مش هتقول لا ولكن شكلها هتبقى الريكسا. ريكسا والجانج بلانك لوكت ان، ما نعرفش لو هتكون الجانج بلانك توب او ميد. انت يقدر يطرح له توب او ميد، ميد مش وحش برضو لو راح ميد، بس ريكسا جول بيك ضد ليسن بالذات ان هو تانكي شويه، ان هو يقدر يستحمل الدولز مع ليسن هيكون كويس. ان من هو جانج فلانك not a bad pick not a very good pick، بس هو جانج فلانك من نوع الشامبينز هو يفضلوا في التوب لين ما يسيبوش اللين، ويقدروا لسه يكون عندهم هيوج ماب بريزنس. وعنده كمان في الايرلي جيم، الايرلي جيم ضعيف شويه بس في الليت جيم هو مونستر، عنده كريتس ليفت اند رايت. بشكلنا الرد هيكون جين وريفن. ريفن ريلي ريفن اكشلي ريفن بيك بيك مش كويسه في التورنمنت، في 5v5 تورنمنت، بس ريفن از ون اوف جانج بلانكس مين كاونترز. اني ون وكان اللي يستغل الايرلي جيم ويكنس بتاع جانج بلانك كاونترز جانج بلانك. جين اكشلي فيري جود بيك، هي واز باند لاست جيم، دلوقتي هيز بيك ذيس جيم. الرد هيكون هيكون ثراش لوشن. شفنا ثراش كان بي ا جود، كان عنده جود هوكس ان جيمز ويف سين بيفور، بالذات على لوسيفر في الفريق في السيريز اللي فات امبارح. بس دلوقتي هنشوف لو هيعرف يعمل ريكريشن، هل هيعرف يعمل الجود هوكس زي ما حصل امبارح. هنشوف لوشن نوت ا باد بيك، كان كويس في الجيم اللي فات بالذات في الايرلي جيم. فدلوقتي هنشوف الرد هيكون ايه. بروم انستا لوكت از ويل از لبلانك دلوقتي كده. احنا بجد سولو كيو كده، انا بجد بتفرج على تيم سولو كيو. يعني لو حد وريني تيم دوت وقال لي ده 5v5 انا مش هصدقه، انا كده بتفرج على سولو كيوب بجد. هما مش عارفين هما عايزين يعملوا ايه بالتيم كوم بتاعهم، فكل واحد قال اوكي انا هختار الشامبيون اللي بيكاونتر اللين اوبوننت بتاعي ومش هفكر في الكومب خالص. انت لو بصيت على الكومب بتاعتهم دلوقتي انا مش عارف هما عايزين يعملوا ايه. هل هما عايزين يجيبوا بيكس بالجين والريفن، ولا هل هما عايزين يعملوا ديسنجيجنج بالبروم او فايتنج، ولا هل هما عايزين يعملوا ايه الخطه؟ الواحد مش عارف، واظنش ان هما كمان عارفين ايه الخطه بتاعتهم. التيم كوم بتاعتهم is everywhere، والحاجه الوحيده اللي هي ممكن تعملها هي ان هم يجيبوا بيكس بالجين بالبلانك بالريفن. ممكن يجيبوا بيكس بيها، بس ثينك ذات الفريق الثاني مش هيتفرق من بعض، عشان الفريق الثاني is such a team fighting team. ريكساي، لوشن، كاسيوبيا وجانج بلانك، يعني الاثنين كاريز ليت جيم سكيلينج بطريقه رهيبه بطريقه رهيبه. يخرب بيت كده مش معقوله، لو الموضوع وصل ليت جيم خلاص اتس جي. يعني الوين كونديشن بتاع اونر فور كاري الجيم ده ما يعديش ال 25 دقيقة، ان هم لازم الجيم ده ما يعديش 25 دقيقة، وبرضه لازم يكسبوا اللين. يعني حتى لو الجيم عدى 25 دقيقة يمكن يكون ايفن، لازم يكسبوا اللينز. هم اختاروا دلوقتي تشامبيونز اللي هم كاونترز ايتش اذر، ريفن وليسن. لو عملوا فوكس في التوب لين يقدروا يدمروا الجانج بلانك. لو هو ما لعبش سيف قوي جانج بلانك برضه لسه يقدر يلعب تحت التيرت فيري ويل وفارم زي الفل، بس
لو هو ركزوا عليه دلوقتي توب لين، وده شكلهم اللي هم هيضطروا يعملوه، بالذات ان دلوقتي الريفن واخده اجنايت ولي سين بيك، يبقى دلوقتي لازم يعملوا فوكس في التوب لين از ويل از بوت لين. خلي بالكم البوت لين كمان هتكون فيري فيري اجريسيف، بالذات دلوقتي ثراش ديسايد ان هو ياخد الاجنايت. يا هم حسوا انه ممكن نجيب كيلز على البوت لين، بالذات بعد الجيم اللي فات الكارمالوشن عرفوا يجيبوا كيلات في البوت لين كتير جدا، بالذات ضد لين سيف زي كانت ايه كانت جانا كيتلين. فلو انت دلوقتي ضد جانا كيتلين عرفت تجيب كلات، يبقى انت ضد برام لوشن برام جين اكيد هجيب كلات. مش قادر اقول لك قد ايه اتس جوينج تو بي فيري فيري هارد فور ذا جين ان هو يسايد ستيب الثراش هوك، عشان ولو لبس في الهوك هو بروبلي مات، عشان جين ما عندوش اي اسكيب، لازم يعتمد على السايد ستيبس وعلى الميكانكس بتاعته ان هو يهرب من اي سي سي. هنشوف الصراحه هيعمل ايه، بس انا مش عجباني خالص البيكس بتاعت فريق اونر في الكاري. انا عاده مش بتعجبني البيكس اللي هو الناس بتركز على اللين دوميننس، وهم ده اللي هو عملوه دلوقتي، ولكن في نفس الوقت الحق لازم يتقال، هم واخدين لين دوميننت بيكس واخدين ايرلي جيم جانجلر في الليسن. ليسن هيحط ايرلي جيم بريشر رهيب على الركساي. ليسن الجانكس بتاعته كميه دامج جامده، عنده لو راح توب لين ريفن هتساعده، هتعمل ستان، هتعمل نوك اب، فهتساعد جدا في الجانك. نفس الكلام لو روح ميد لبلانك هتعمل السنير بكل سهوله على كاسيوبيا، كاسيوبيا هي كمان ما عندهاش اسكيبس، ف لو راح اي لين هو عنده جانك اسيستنس عالي. لكن في نفس الوقت لو ما راحش اي لين في اول 5 دقائق اكنه بيقول انا مش عايز اكسب الجيم ده، لازم لي سن جانك في اول 5 دقائق. لو ما عملش جانك في اول 5 دقائق اكنه بيرمي الجيم في الارض وبيقول انا مش عايز العب. فانا عايز نحط عينينا كويس قوي على لي سن، عشان اي ثينك الكي تو ذا فيرست بلود هي هتبقى الجانك الاولانيه لي سن هتبقى في انهي لين بالظبط. ده هو المهم، بالذات ان لي سن هو بنفسه يجيب الفيرست بلود دي. لو ما عرفش يجيب الفيرست بلود دي بالذات اللي انت قلتها في اول 5 مينتس كانه بيثرو الجيم، فطبعا لازم الفوكس يكون اون ذا فيرست 5 مينتس، هيكون في هيوج بريشر اون اول ذا لينز، بالذات توب لين هو جانك بلانك واحد، هيز اونلي اسكيب از هيز اورنجز اللي بتريموف السي سي، ذاتس ات، ما عندوش اي حاجه ثانيه غير فلاش. يمكن يعمل بيرن الفلاش بس لازم يجيبوا الكيل، لازم يجيبوا اي حاجه، لازم يفورس جانك بلانك بره اللين، لازم يبطلوا من الفارمنج عشان ياجلوا الليت جيم بتاع فريق تيم تراش جيمنج. اي حاجه تخليهم ياجلوا الليت جيم اللي هو المفروض 25 مينتس، لو اجلوه ان هو مثلا ديناي فارم، ديناي اوبجكتيفز، ديناي اي حاجه، يبقى دي هتطول الجيم اكتر واكتر. بس لو الجيم فضل يطول يبقى الجيم خلاص اكيد هيروح في صالح تيم تراش جيمنج. فدلوقتي هنشوف الفوكس كله دلوقتي على الجانجلر وبالذات على التوب لين، بس برضه يقدر يكون يحصل اي حاجه في البوت لين وفي الميد لين، فالجيم ده هيكون انترستنج تو واتش. لازم اونر فور كير ان هم الميكانكس بتاعتهم، حتى المايكرو بلاي، الوردنج، الاوبجكتيف كنترول لازم يكون اون بوينت لو عاوزين يوصلوا للجيم 3 دلوقتي. نشوف ايه هي الخطة بالنسبة لهم. ناخد بس على كيستون ماستريز اول ما نخلص اللودينج سكرين ان شاء الله، هتطلع قريب. انا عارف هي بتطول شوية، عايزكم ما تخضوش خالص، ده عادي جدا. اخيرا لسه ها، يلا يلا يا رايت هتورينا كيستونز، يلا النهاردة دلوقتي دلوقتي دلوقتي. يس لا لسه اوكي خلاص اوكي. دلوقتي الكيسون ماستريز بانت، دلوقتي هنشوف لبلانك واخده ستاندرد قوي، جين برضو ستاندرد دريفن، ستاندرد ليسن، ثاندر لوردز، بروم اخذ السترينث اوف ذا كولوسس، كيرج اوف ذا كولوسس، هي مش وحشه على بروم ابدا، اقوى من بوند اوف ستون دلوقتي، لكن الفكره ان هي مش هتبروك غير لو انت عملت الستان بالباسيف بتاعك او عملت النوك اب بالالتي، فالشيلد مش هيجيله في اول الفايت، الشيلد هيجيله في نص الفايت، فممكن يجيله متاخر شويه وهتلاقيه مات اوريدي، ممكن يجيله في الوقت الصح وتنقذه. هنشوف الصراحه انجل في 1 هيعرف يظبطها صح ولا لا. الناحيه الثانيه فريق تراش تيم جيمنج، كل الصراحه الكيستون ماستريز از اكسبكتد، ممكن نقول ثراش واخد ثاندر لوردز kind of aggressive قوي، بالذات ان هو اخد الاجنايت، هو looking for a kill.
عشان نجيب اللين بريشر اكتر في البوتلين. بس دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. داخلين دلوقتي على الجيم على بلو سايد، دلوقتي عندنا اونر فور كاري، على الريد سايد عندك تيم تراش جيم، وطبعا البوز اللي معروف بدا دلوقتي بتاع كل مره ده، بتاع كل مره، بتاع كل مره ده يعني نوع. حتى في الحته في الحته اللي فيها حماس شويه اللي هو تيم سبريد اوت، بص حتى على الفريق كل واحد بقى ناوي يروح على الحته اللي هو عاوزها اللين بتاعه. محدش من تيم اسمه ايه اونر فور كاري كان كونكتد للجيم اصلا، كان في 4 دي سي وواحد بس اللي كونكتد، بين ان السايبر في مشاكل، بين ان في مشاكل دلوقتي حاليا في السايبر. هيعمل بوز عشان يشوفوا ايه المشكله ويحلوها دلوقتي. لو لاحظتوا ان هو لما واحد يكون ديسكونكتد هيبان في النص بتاع، بس دلوقتي شكلهم دلوقتي بيعملوا ريكونكتنج. على العموم ناخد بس على الايتمز بسرعه على ما رجعوا كلهم. الايتمز اللي اشتروها في فاشن جيمنج كلها ستاندرد، دورنز رينج على جانج بلانك. اي حد بيلعب جانج بلانك بالذات شوزن هيكون عارف كويس قوي ان دورنز رينج هي الستارت الاحسن على جانج بلانك. بتديك اي بي، بتديك اي بي معناها الهيل بتاعتك هتبقى اقوى، تديك مانا ريجن كل ما تجيب مينيون، فبالتالي هيكون معاك مانا اكتر، سستين احسن، تضرب كيوز اكتر في اللين. فالدورنز رينج اوفر اول از ذا بيتر ستارتنج ايتم. في ناس ممكن تقول لا انا بحب ابدا مانا كريستال عشان اجيب شين بدري. كل واحد وستايله. مانا كريستال، مانا كريستال كمان بتساعد اكتر ان هي تديك فلات مانا بدل مانا ريجن. الديسادفانتج ان انت ما بيكونش عندك هيلث اكتر، ال 60 هيلث اللي بتجيبها من دورنز رينج، بس انت كده بتساكرفايس مور مانا لس هيلث، بس هيجيلك الشين بدري. ودي هو اللي اصلا جانج بلانك عاوز يجيبها، بالذات اللي هو هيريكول بدري. يريكول بدري احسن، هو يجيب الشين بدري عشان يعرف يرجع لين. الشين مهمه جدا بالذات في الايرلي جيم، هتساعده جدا في تريز، وبالذات لما هو يجي يعمل فارم. لو عاوز يعمل كيوز سبام مثلا ريفن، الاستراتيجي الجانج بلانك ان هو يستحمل بولي لين، ان هو تو بوك باك بالكيو، ما يستخدمش كيو على المنيون، يعمل اوتو اتاك المنيون الفارم. ده هو الطريقه الوحيده اللي جانج بلانك كان بيست كاونتر ليفن. بس غير كده هيز جوينت هاف ا رف تايم، لازم ان هو يتايم الاورنجز كويس، بالذات لما ريفن تدخل عليه بالستان. لازم يفضل في اللين ما ياخدش دامج كتير قوي، لازم يفضل تحت التريت ما يعملش بوش اجريسيفلي، ودايما لازم يكون عليه بر. ده المهم، فده هو الاستراتيجي اللي انا دايما بروح بيها عشان اعمل كاونتر لريفن في اللين. لو عاوزين تعرفوا كجانج بلانك بس. حاليا تفتكر ايه اللي هيحصل في الميد لين؟ هل هيكون في سولو كيلز كتيره قوي مع بيل بلانك ضد الكاسيوبيا ولا ايه؟ مورو ايه رايك من الميد لين ماتش اب؟ الميد لين ماتش اب بصراحه لبلانك الجديده اضعف من القديمه ان لين شويه، بس رومينج بوتنشال اكتر بكتير. ده معناها عموما ان هي بري 6 عندها كيل بريشر على كاسيوبيا لو كاسيوبيا فاكت اب، عشان كاسيوبيا ما عندهاش اي اسكيب سبل. فهي لو البلانك عرفت تلبسها التشين السنير اكيد هتيجي، ولو السنير جت البلانك كان فولو اب ببقيه الكامبو بتاعها بالفاس بتاعها هتعمل كميه دامج رهيبه. فالفكره كلها هل كاسيوبيا تعرف تدوج التشين ولا لا، وهل البلانك هتعرف تريكوجنايز ان هي انا ممكن اقتل كاسيوبيا بري 6 بكل سهوله؟ هل هي هتلاحظ النقطه دي وهل هتاكت عليها، ولا هيبقى خايف عشان كاسيوبيا بتعمل كميه دامج رهيبه ايرلي جيم؟ معظم الناس خايفه. وهنشوف دلوقتي لو هي فعلا هتعمل كده. داخلين على جيم اون ذا بلو سايد، عندك اونر فور كاري، ليبلانك ميد، جين اي دي سي، ريفن توب، ليستن جنجل، وبروم سبورت. عندك على الناحيه الثانيه تيم تراش جيمنج، ديفاين بلوسم، ريكساي جنجل، ستيكس رايح تراش سبورت، كارن هو لوشن اي دي سي، جانج بلانك توب، هاوس ان ذا هاوس، سيريما ويل بي ذا كاسيوبيا ميد لين. دلوقتي زي ما زي الجيم اللي فات مفيش حد عاوز يعمل ليفل 1 انفيد، فيري ستاندرد ستارت. شكله ليسن هيبدا من البلو باف. في حوار في حوار في حوار، مش عارف تلاحظت ولا لا. بص على الايتم بتاع بروم. ديجا فو يا مان. مش تاني. I have seen this. مش تاني. وكل مره هو كل مره كده. المره اللي فاتت كان تراش تيم جيمنج، كان ريكساي هو اللي عمل الغلطه دي. المره دي هو برام. دي مصيبه كسبورت. الستارتنج ايتم بتاعك بيديك كميه جولد رهيبه، من غير الستارتنج ايتم انت في اللين مالكش لازمه. فمش عارف هو يعمل ايه، هل هيروح اللين من غير ايتمز فعلا، ولا هل هيباك هيسيب الجيم بتاعه ليفل 1 لوحده؟
لازم يقرر بسرعة، عشان كل ما هو بيؤخر الموضوع كل ما هو بيضيع جولد، بيضيع خلاص اكس بي، بيضيع حاجات كتير جدا. شكله هيفضل من غير ايتمز يا جماعة. البريشر، الخوف، التركيز، بيكون مركز وخايف لدرجة ان هو بينسى يشتري ايتمز. دي على فكرة دي فعلا بتحصل في البرو ليفل. كان من زمان، كان في البرو ليفل كانوا بينسوا ان هم يشتروا الوردز، لدرجة ان هم كانوا لازم يعملوا باتش جديدة زودوا ان هو اوتوماتيكلي اول ما بتطلع من البيس الوردز بتكون يعني البتاع بيشتري لك وورد اوتوماتيكلي لو طلعت من البيس وما اشتريش الورد. عموما نرجع للجيم دلوقتي، انا شايف لبلانك عماله بتلبس كاسيوبيا حبه دمج، واضح ان هو عارف كويس قوي ان هو عنده كيل بريشر. بي 6 جاب ليفل 2 الاول، كان بادئ دبليو، جاب الشين دلوقتي سكند سبل. ايه الدمج ده يخرب بيك كده؟ كاسيوبيا اوريدي فيري رو، مضطره تحرق بوش ساعتها. لي سين لا راكساي في البوش، راكساي جاتس نوك اب عليه ثانيه واحده. لي سين فيري فيري لو دلوقتي بيحاول يهرب من الراكساي. ليفل 2 فيرسز ليفل 3، هتروح منه فين؟ هي لاندز ذا كيو. ريفن از هير تو هيلب. راكساي دخل، لا ريفن في وشه عمل نقب على الاثنين. ليسن فيري لو، هي جاتس ذا فيرست بلاد على طول. ريفن دلوقتي بتحاول تشيس فور ذا كيل. الاجنايت ستيكينج مش هتبقى كفايه اي ثينك يا جانج بلانك. الكيو ذا شيلد سيفز هير هاوس فلاشز فور ذا كيل. ايه ده؟ هل انت شفت اللي انا شفته دلوقتي ده؟ اللي حصل؟ بروم بروم اوكي بروم حرق فلاش في النص فور نو ريزن بعد كل الاكشن ده. لكن اللي حصل ان لي سين كان عايز يجانك توب، وراكساي كان قاري وهارش كويس قوي ان الجانك هتبقى توب لين، فعمل كاونتر جانك حلوه جدا. هو اللي جاب سمع كلامنا، سمع الكلام كان بس عارف. نيفر مايند. بص على فلاش بيرن دبل فلاش دلوقتي جوست كاسيوبيا with 1 HP takes 2 turret shots and is able to kill LeBlanc. ايه الحلاوة دي من كاسيا فيها؟ مش احنا كنا قاعدين نقول كل kill pressure play 6 LeBlanc؟ كاسيا فيها قالت لا معلش انا لسه موجودة في الجيم، لازم تحترموني شوية، لو ما احترمتنيش انا هعمل كده فيكي. وفعلا عملت كده فيكي. خلي بالك ليسن دلوقتي موجود في ماب لين. بروم وليسن هما الاثنين مس كيو فلاش اوف ورا على بروم، بس هيز تو تانكي ستيل لو. لوشن دلوقتي برضه اكستريمي لو. راكساي ناوي يخش فلاش فورورد من لوشن على الاثنين. راكساي جاب الكيل يا دوبك يا دوبك، جاب الكيل يا دوبك. دلوقتي ليسن وجين هيعملوا باك اوف لوشن فيري لو، بس هو سيف انف ان هو يعمل بوش للويف مع فلاش لسه فول هيلث. ويل بريد من راكساي ان هو في توب لين وفي بوت لين، عمل بريدكت للجانك وعمل كاونتر جانك بوث تايمز. عاوز يعمل دلوقتي، عاوز يعمل كاونتر جانجل مش كاونتر جانك. هو ليفل 4 ضد ليفل 3 ليسن، ما اظنش هيعرف يعمل اي حاجه اوريدي. هيز كايند بلو معاه الراب اب، لكن مش هتفرق في حاجه ضد راكساي تانكي بالطريقه دي. هو حس راكساي جاب الجانجل انشانتمنت اللي هي بتدي له ووردز، فهو عمال بيدروب ووردز في الجانجل بتاعت ليسن طول ما هو بيتمشى. يعني هو مسيطر على الجنجل، هي تقريبا بقت الجنجل بتاعته دلوقتي. كل اللينز بتريد مع بعض، محدش عايز يفارم، كله عايز يتريد، كله عارفين اونر في الكاري، عارفين كويس قوي ان هم لازم يكسبوا الايرلي جيم، واوريدي هم خسرانين بفرق 4 كيلات. دي مصيبه بالنسبه لهم، لو الجيم طول اكتر من كده ما اظنش ان هم هيكون ليهم اي فرصه بعدها. كاسيوبيا اوريدي معاها كيل، معاها تير، بتستاك التير من بدري. لبلانك قرر يجيب دارك سيل مع ان اتعمل له سولو كيل. ريسكي باي شويه، ريسكي باي قوي اكشلي. بدا الكومبو دلوقتي على كاسيوبيا، ما ينفعش يعمل دبليو 4 بويزن. بتعمل ايه يا مجنون؟ دخل له تحت التاور، دخل له تحت التاور، خد التاور شوت، جاب الكيل في الاخر. بس كاسيوبيا دبليو يا جماعه اللي ما يعرفش، كاسيوبيا دبليو ميازما الجديده اللي بلانك ما ينفعش تعمل دبليو من فوقيها، ما ينفعش تعمل ديستورشن من فوقيها. فبالتالي لما كاسيوبيا عملت الدبليو لبلانك ما كانتش عارفه تفنش الكيل، فاضطر يخش تحت التاور ويلبس تاور شوت عشان يجيب كيف في الاخر. ات واز كومبليتلي ورث اي ثينك في صالح البلانك، مع 2 ستاكس على الميد جايز كده وكده. راكساي كان جاي تسكيو ذا كيل، ف بدل ما يدي اسيست بالظبط، بدل ما يدي اسيست راكساي قال فاكت انا هخش تحت التاور هجيب الكيل واموت، وده اللي حصل فعلا. دلوقتي البلانك معاها 2 ستاكس على الميد جايز. كاسيوبيا بتخوف اكتر واكتر، رجع بامبليفاينج توم اللين المره دي. اوريدي توب لين جانك بلانك معاه الشين بتاعه خلصان، وسابق ريفن في الفورم شويه بالذات بعد لما جاب الكيل دي الاولي جيم. بس نيفر مايند، فلاش اوريدي فلاي هوك على بروم. بروم فتح الشيلد ويل بي ده، بس خلي بالك البلوك دلوقتي اتقفش الميازما هيوقف ان هي تهرب. ان ات ويل بي انف. كاسيوبيا بيكس اب ذا كيل حلو جدا من راكساي، عارف ان هو
لي سين لازم يجانك. فريكساي بدل ما هو بيفارم عارف ان هو اوكي ما دام لي سين هيحاول ايه ده نيفر مايند ايه ده هلو بس نيفر مايند doesn't look like he will need the hawk ignite على الجن هو لسه ورايا برو ما تنساش ان هو موجود كيل بريك اولت ويل هيلب نيفر مايند لوشن بيكس اب ذا كيل بروم ناو ان ا فيري دينجرس بوزيشن لوشن فيري لو بس مش فارقه معاه بروم تو تانك ذس نير بس نيفر مايند الهوك او بيرلي مس بالعافيه في اخر طرف الكيو عمل مس للهوك دلوقتي ريكساي موجود فور باك اب شكله انا لو من ركساي كنت اروح اجري على الدراجون دلوقتي حالا وابدا الدراجون بس شكلهم مش ناويين يعملوا كده مش عارف ليه هم عارفين ان ريسن توب سايد هم كانوا هرشينه في الوردز اهو انا شايف حتى بينجز من ريد تيم ناحيه ليسن they know ان ليسن بيعمل بلوف they could have been doing dragon right now to try and slow ball the game اكتر بس يمكن هم خايفين وعايزين يمشوا الموضوع ابطا يبطئوا الجيم هم على صريحهم بس تقريبا ما يعرفوش يعني مش لو مش واثقين في الدمج بتاعهم في الماتنين بس نيفر مايند شكلها لبلانك هي واثقه من نفسها وكاسيوبيا واثقه من نفسها اكتر جابت الكيل ليسن موجود وين هي جت الماكس رينج كيو لا ما جابش الماكس رينج كيو مع السلامه يا صاحبي مالكش اي لازمه في اللين هنا كاسيوبيا بتقتل لبلانك في ال 1 في 1 كيل بالاميزنج التيميت ومايازما اللي هي استخدمتها لبلانك اوفر اجريسيف انترنس بس كاسيوبيا ردت بالالت وجابت الكيل بسهوله كاسيوبيا دلوقتي بتدمر لبلانك ثينك لبلانك مش عارفه ان طريقه اللعب ضد كاسيوبيا مش كده خالص هو بيستنى على الدبليو بتاعته لحد ما كاسيوبيا تنزل الميازما بتاعتها ودي مشكله لازم يعمل الديستورشن بتاعه قبل ما كاسيوبيا تلحق تحط الميازما to try and put the damage down ولكن كل مره بيتاخر عليها كاسيوبيا بتكسب التريد في الاخر والالتي بتاع كاسيوبيا secures the kill for him وعمل سايد ساب حلوه جدا الليسن كيو في الاخر كده كانت لذيذه ومشكله دلوقتي عايش مش مشكله دي مصيبه فور اونر فور كاري مش عارفين يرجعوا الجيم فرق جولد اوريدي 4000 كل اللينز اللي هي المفروض تبقى كسبانه خسرانه ريفن متاخره 10 سي اس عن الجانك بلانك نفس الكلام في ميد لين لبلانك 1-4-0 الميدجايز الدارك سي للاسف نوت سنجل ستاك متاخر بفرق 15 فارم تقريبا بوتن فرق 30 فارم يعني كل اللينز خسرانه الصراحه which is like worst case scenario بالنسبة لهم ادي الهوك من ثراش لاندز into the right side knockup here comes the Lucian for the kill ما بقاش غير برام اخر واحد عايش ليسن جاي يساعده الكولينج من لوشن عايز يبي كل مش كفاية يا دوبك ادي ليسن بيفلاش لورا عشان يهرب وي جامب لبرام بتاعه يا دوبك ليسن معاه الالتي كان نفسه خلي بالك كاسيوبيا موجودة من الناحية الثانية مستنية لبلانك تدخل جيت بنت اول دلوقتي على برام ولا بي نص اند اوه الهوك بترجع جوه في جيت باي كول لوشن جاب اخر هيت وده فينشر بي نفس يس ات ويل شوت داون لك سايد لبلانك لسه موجوده هذا كيل اجنايت ويز ذير دبل كيل لبلانك وين شي ايبل تو ران اواي كاسيوبيا موجوده فتح الجوز اتس اوفر فور يو يا صاحبي حاولت تشوشهم ان هي كلون بس نيفر مايند ذي دو نوت كير هيجيبوها في الاخر ويل بلايد من كاسيوبيا ان هي تكون موجوده تو سكيور الكيل لبلانك برضه جاب الدبل كيل حلو قوي عشان تاخد حاجة من التريد ده بس خلي بالك دلوقتي الثراش ليسن فيري لو حاول يجيبوا نيفر مايند هما الاثنين ديسنجيج ريك سايد دلوقتي فتح الت بس نيفر مايند ريك سايد ريفن معلش فتحت الت داخلة على الجيت بريك بس ما عندهاش الدمج ان هي تعمل اي حاجة ضده ما عندهاش غير كولفيز هامر ده مش كفاية ان هي تعمل اي نوع من الدمج ضد الجينج بريك جينج بريك دلوقتي مسيطر في اللين بتاعه كل ده مستنيين الفيرست تاور بونس محدش عرف يجيبه كاسيوبيا والثراش كان نفسهم يجيبوا باتلين تاور لكن مش هيلحقوا ثراش في مس الهوك على جن اوه الالتي من كاسيوبيا جابت ستان على جن ذس كود بي ات داخله الاكزوست هل هتبقى كفايه جن بي فلاش لورا عشان ينقذ نفسه دلوقتي برام في مصيبه بيعاد دبليو يا دوبك يهرب بيها ثراش بيتانك التاور الهوك مسز من ثراش تاني يخرب بيك كده يا راجل بس خلي بالك ريكسايد موجود من الناحيه الثانيه فلاش فورورد على النوك اب بريدكشن حلو قوي جن بلانك جيتس نو ريكسايد تيكس الكيل بالعكس اي ريفن جت كومبليتلي ديسترويد ريكساي شوز اب من بيهايند ذا ريفن عملت فلاش بس ات واز تو ايرلي عملت فلاش على ريكساي فوقيه بالظبط ريكساي بسهوله النوك اب وريفن باي باي مع السلامه ديفاين بلوسم على الريكساي الصراحه عمل شغل عالي جدا الجيم ده كنا متوقعين ان ليسن هو اللي هيبقى اكتف اكتر منه ولكن اثبت العكس هو ريكساي اللي كان اكتف اكتر بس ثانيه واحده لبلانك وليسن ناويين يعملوا كولابسنج على البوتلين ذس كود بي 4 في 2 الكيو لاندز من ليسن الجن التي بيفتح لوشن بيمس كميه دامج من لبلانك الجن بيقفل التي ليه يا راجل يا مجنون كان ممكن تجيب كلين لكن مش مشكله كده وكده
بيسكيور الكيلز. ليسن بياخد واحده، لبلانك بتاخد الثانيه. جين ولا حد جاله اسيست ولا حتى اسيست يعني، يا ويست كيس سيناريو لجين، ضيع القطي بتاعه على الفاضي. بس دلوقتي كانوا المفروض يدخلوا على الدراجون على الاقل يحطوا ووردز فيها تو سكيور الاوبجكت. دلوقتي هم عارفين ال 3 من عندهم ماتوا او 2 معلش، المفروض دلوقتي يدخلوا على الدراجون بس ذير تو ليت. شكلهم دلوقتي ناويين بدل الدراجون عاوزين يجيبوا كاسيوبيا. بروم موجود بس اتقفش من الورد الموجوده كنترول وورد دلوقتي. كاسيوبيا باكس اوف من اللين. دلوقتي شايفين ركساي عاوز يستبلش فيجن. بص على الفيجن كنترول اللي هم عندهم lots of pink walls او معلش كنترول walls موجودة على الماب، وبرضو ناويين ركساي عمل بينج على الدراجن بس اتقفش. هو بيعمل ريفس كاتلر جي كل فريقه موجود كان مستخبي ورا كده. اللاتر لاتر كفاية انه هو ينبيه. دلوقتي هم هياخدوا نيفر مايند ماكس رينج هوك فيرست من اللوشن. معلش ليه بلاي كاونتر اتفتح عشان يساعدهم جاب دبل كيل. بس دلوقتي ريبن 1 في 1 اذا كاستو فيها دوينج لوت اوف دامج ات ويل بي انف تو سكيور ذا كيل. بس شيز فيري لو لوشن فلاش فورورد تو جيت ذا كيل. فلاش اون ذا اذر هاند جاب كيل على جين 1 في 1. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ البلاك هي الوحيده اللي فاضله اتقفلت من كل ناحيه. فريش موجود مفيش اي مكان لصاحبي. مع السلامه بقاء لله. ودلوقتي they will go towards the dragon to secure it. ده ماونتن دريك ده هيساعدهم جدا، مور دامج على تاورز وستراكشرز هتساعدهم جدا في البوشنج. دلوقتي اوريدي جابوا الفيرست تاور بونس على بوت لين. ممكن دلوقتي لوشن يجيب ميد تاور لو لحق. اي ثينك مش هيلحق عشان انا شايف ليسن وبرام رايحين على هناك. ليسن عايز يسرق دراجون بس مش هيلحق، مش هيلحق خالص. كمان دلوقتي هو في مشكله، ثراش بيدور على الهوك. هي كود اكشلي جات ات يا دوبك الهوك مسز ولو منه اباك. ايوه فعلا كله هيباك دلوقتي. عايز اخد بصه على الكاسيوبيا معاها موريلوز اوريدي. التير اشوف التير معاه كام ستاك عليها. ويت سكند ركساي مايند ركساي من الاخر خالص كده اتقفش من مورد وصاد ان هو هيريفيل نفسه. كانوا هما الاثنين بيعملوا ريكول ديليت شويه بس ما اظنش ان هي هتكون مشكله كبيره قوي. ركساي لسه معاه الالت بتاعته اللي هو عاوز يرجع بسرعه. دلوقتي هنبص على اللينز. دلوقتي الريفن بتعمل بوش لتوب لين شكلها ناويه تجيب التوب تيرت بس ركساي عاملين بينج. لوشن وركساي رايحين دلوقتي التوب لين او لا؟ ركساي دلوقتي هياخد الريكس فيرست قبل ما يروح على التوب لين ولا هيروح ميد لين ولا هيروح فين يا جماعه؟ الريفن باكس اوف بس عملت بوش للويف. الريفن دلوقتي شكلها هتقابل ركساي وهو بيعمل ريفس كاتلر. عندهم هم الفيجن اكتر تيم تراش جيمنج بس ريفن جاست سيمبلي باكس اوف. بس نيفر مايند لبلانك شكلها عاوزه تعمل كريت دلوقتي الراتب كاسيو فيها الجين اوت اتفتح ان تقول بيه نفس كيرن كيل بس بلانك فولز اند بيز ويز لايف. بينما كل ده بيحصل جاك فرانك عمال بي سبليت بوش بوت لين. البوت لين بتاعت فريق اونر فور كاري راحوا توب وهيجيبوا توب تاور هم كمان. شايف بينجز من جيم بيقول انا محتاج مساعده يا جماعه مش هعرف اتعامل مع جاك فرانك ده لوحدي. هو فعلا لو راح لوحده هاوس هيعمل له وان شوت تقريبا. 2-0-6 على جاك فرانك معاه شين معاه فيج لسه الكل لسه مخلصش بس معاه كميه جولد متخلفه. اي ثينك لو بصينا فعلا معاه 1600 جولد. هيز ان ترابل ناو. ليسن بيمس الكيو. جانج بلانك واخد الموفمنت سبيد من الفيج والبارل عشان يهرب بيها مش عارفوا يوصلوا له في الاخر. توب تاور ريفن انقذته هي كمان. ففي الاخر تراش تيم جيمنج ما عرفوش يجيبوا حاجه من البوش ديت. حبه بريشر على الماب قديل هوك من تراش يا دوبك مسز. ريفن 1-3-0 معاه بلاك فيفر كومبليتد. لا معاه طارق عشان يهرب تو سيفتي. كان تقريبا هيتقفش بس طبعا ليفن شكلها هيتعملها دايما. انا شايف ركساي رايح ناحيه التوب. اوف اجريسيف دلوقتي. التراش هو اللي بيقص كميه دامج كلها. جانج برانك التي من الناحيه الثانيه من الماب عشان يساعد فريقه. واتس انف تو جت كيل على الريفن. كانت عايزه تخش اجريسيف كده لكن اللوشن داشز من جواها ما كانتش اكسبكتنج ان اللوشن يعمل الداش ديت ويا دوبك يهرب. جابوا التاور كمان. ادي براون بتعمل ايه يا راجل؟ بيتمشى لقدام بيمس الالتي على الاثنين بفلاش فورد اكزاست على اللوشن. لوشن سنير ستاند دلوقتي. بلوك ذا لانتر يا راجل مش بلوك اللانتر ليه؟ حرام عليك يا برام. برام بيحاول ينط لورا بينط بلا ركسا في وشه. ركسا بين رقم ثلاثه. ليسن التي بيرجع ركسا لورا تو نوك 3 بيبل اب ويهربوا هم كلهم من غير ما اي حد يموت في التريد ديت. خلي بالك ميد لين دلوقتي كاسيوبيا بتعمل بوش على الميد لين تيرت شكلها هتجيب التيرت فيري لو بس هم عاوزين دلوقتي يعملوا ري انجيج. اونر فور كاري يور انكريدبلي لو عشان تعملوا ري انجيج مش قوي. بلانك شكلها بتحاول تجيب سنيكي كيل بس اتقفشت من الراك ساي.
مش تقريبا مش هتعرف تجيب اي حاجه. بس نيفر مايند، كلهم ري تيم اب في الريفر دلوقتي، شكلهم عاوزين يعملوا حاجه بيها. جن حاول يقفش الريك سايد بس مش هيعرف، كومبليتلي ميسز اول الشوت ما عدا اخر واحده، ويتش ونس كيو كيل اون فلاش. فلاش زي فري وير، كاسيوبيا از بيهايند يو، دو نوت فورجيت مي. هي بتكيل على جن بس شي ويل فول داون ثرو ذا كروم. جانج بلانك رجع تاني وجيتس وان سنيكي تشيزي كيو على البلانك عشان يجيب كيل. دلوقتي رايت ناو ات از ا 2 فور 2. يا 2 فور 2 بعد كل دوت، معناها ان الكلام ده كان في صالح الفريق اللي خسران. عاده اي تريد 2 في 2 بتبقى في صالح الفريق خسران عشان بيطول الجيم، ولكن البيكس كلها بتاعت فريق اونر اونر فور كاري، ولا واحده فيهم ليت جيم ولا اي واحده. ممكن تقول جن ليت جيم، ولكن مش هيعرف يعمل حاجه لو هو بقيه الفريق بتاعه كلهم ايرلي جيم، وكلهم الايرلي جيم بتاعهم خسروه. لبلانك 4-8، ريفنا 1-4، ف مش ده اللي كان اونر فور كاري عايزينه خالص. تراش تيم جيمنج ان كومبليت كنترول اوف ذا جيم، مش قادر اقول لكم قد ايه يا جماعه هم ان كنترول. ناخد بص على الوردز، بص الكنترول ووردز، واحد هنا ناحيه قريب من بارن، بارن هيسبون كمان دقيقتين، فالمكان ده حلو جدا. دوت كان الميد لين ممكن يحركوه يودوه ناحيه الدراجون، هم اوريدي عندهم واحد كمان عند الدراجون. ادي ثلاثه كنترول ووردز قصاد كام كنترول وورد من الناحيه الثانيه اونر فور كاري، ولا كنترول وورد واحد. هو ده الفرق بين الفريقين يا جماعه. ده فريق عارف كويس قوي قد ايه الوردز مهمه، وعارف مش السبورت بس اللي بيجيب بوردز، كله بيجيب كنترول وورد. اول لما تقدر يكون معاك سلوت فاضيه، معاك فلوس كفايه، هات كنترول وورد حطه في مكان جنب اوبجكتيف عشان يبقى عندك كنترول على الاوبجكتيف دوت، زي ما هو حاصل حاليا لتراش تيم جيمنج. وانر فور كاري مش عارفين يقربوا لهم، مش عارفين. كل مره يفايتوا بيكتشفوا ايه ده في راكسا ورانا، ايه ده في كاسيوبيا ورانا. ليه؟ عشان مفيش وورد، عشان ما عندهمش فيجن. بالظبط، مفيش فيجن. وبص بص كل الفيجن ده من تيم تراش جيمنج. ياه على الفيجن، عندهم lots of pink wards around the river، complete vision control على الناحية دي، شوية cheeky wards من honor for carry على الريفر، بس يعني مش مهمة قوي. شايف لوشن بيسبيت بوش، وده خطر شوية عشان هو بيسبيت بوش من ناحية اللي مفيش اي وورد في الجنجل، في جين وبرام وجين وبرام طالعين له، مش عارف ممكن يعمل 1v2 ولا لا. يا ترى لوشن هيقدر يعمله؟ لا، هو جاب التاور اوريدي، بيفلاش اواي فروم ذا برام كيو، هيلبس في الجن دبليو، هي سنيرد، واقف في مكانه برام بالاكزاست. 1 ستاك 2 ستاك 3 ستاكس، واحده كمان فور ذا ستان، فعلا بتيجي برام اللي بياخد الكل. ليه يا راجل؟ مش مشكله، مش مشكله. البلانك جالا اسيست، الشوت داون جولد هيروح للفريق كله كده او كده. لوشن بيموت فور ذا تاور، ناس هتقول ورث، انا هقول مش ورث عشان الشوت داون جولد كان تقريبا 300 وشويه. هم دلوقتي يقدروا يعملوا 5v4 تيم فايت لو عاوزين اونر فور كاري. دلوقتي الفوكس هيكون على الدراجون، بس تريبل بارل من جانج بلانك جيتس ا لوت اوف دامج داون اون بروم ولين سين. دلوقتي هم زي ويل بي فورس باك. لبلانك بتحاول تجيب تشيكي سنير بس مش عارفه. دلوقتي بوث تيم شكلهم تيم تراش جيمنج بدا الدراجون، بس هم تقريبا ما عندهمش اي نوع من فيجن عشان يعرفوا. داخلين دلوقتي على طول اللي حطوا وورد اهو، عارفين دلوقتي ان هم بيبداوا. ديس مايت لوك ستيل ذس وير بيبل اللي بلانك دخلت جوه، بس نيفر مايند فيري جود سمايت من ريكساي عشان تسكيور الدراجون. نوثينج هابن سو فار. ده كده تاني ماونتن ريك لفريق تراش تيم جيمنج، هيعملوا دامج رهيب على التاورز، ومش على التاورز وبس، هيعملوا دامج رهيب على البارن لو عايزين. ممكن كلهم يتحركوا للبارن دلوقتي، كاسيوبيا وراكساي بيعملوا بارن بسرعه جدا، بالذات ان راكساي معاه تايتانيك هايدرا وسندر هايل كومبليتد، فهم ممكن يعملوا بارن بسرعه. تشيكي هوك من تراش كان نفسه، لو كان جاي على البلانك كانت هتبقى انجيج حلوه جدا، ولكن للاسف ما بيجيش. بيحاول يبلاي، بيلبس في سنير من جن ومن البلانك. ريفن في مان ستان يا ابن اللعيبه داخل في وسط الفريق، لكن بيتعمل له بوب في ساعتها. برام بيروح هو كمان ليه سين، ما شفتش اصلا هو راح فين. كاسيوبيا ودته في داهيه. راكسا داخل دلوقتي تحت التاور، عايز اكتر من كده كمان. جانج بلانك فيري فيري لو هاوس، فلاش فورد من البلانك، عايز يجيب الكل لكن الهيل بتنقذه. البلانك دلوقتي بتروح هي كمان بتموت. الكاسيوبيا كاتس تكل في الاخر، الهيل بتاع توشن يخرب بيت كده. فور تيم تراش جيمنج، واو، فيري ويل بلايد اند فيري كلومزلي بلايد، بالذات من البلانك اللي هي حاولت تجيب كيل على الجيم بلاي. جيم بلاي في اخر لحظه فتح الاورنج بتاعه وجاب كيل منها. دلوقتي مش عارفين يعملوا اي حاجه، هيعملوا شويه ديفنس بس جابوا التيرتس دلوقتي. وبوت تيرت فيري معلش توب تيرت فيري لو، ميد تيرت از ناو ديد. دلوقتي هيعملوا باك اوف. يا هو ده الصح دلوقتي، المفروض تعمل باك اوف ريست ماب، ممكن تبعتوا جانج بلانك بتاعكم يسبليت بوش بوت لين لوحده، وبقيه الفريق يعمل بان بريشر. اي ثينك ده الحل. جانج بلانك حاليا 5-0-8، ما ينفعش يبعتوا واحد بس من فريق اونر فريكاري، لازم اتنين يروحوا يوقفوا جانج بلانك.
ولو الاثنين راحوا ده معناه ان هو يبقى فري بيرن فور تراش تيم جيمنج. لو عرفوا يعملوا الخطه دي انا شايف اوريدي جيم بلانك بيسليب بوش بوت لين، بقيت فريق تراش تيم جيمنج بيتحرك ناحيه التوب سايد اوف ذا جنجل ناويين على بارن. شكلها انا شايف كنترول ووردز عند دراجون بيت وكنترول وورد ناحيه الدراجون، مفيش اي وورد في البلو سايد جنجل بتاعت فريق اونر فور كاري، فهم مش عارفين اونر فور كاري قريبين ولا لا، بس ممكن يستارتوا كده او كده. هاوس بي باك ليسن ناحيته، هم شافوا ليسن المفروض دلوقتي على كنترول وورد عند دراجون بيت، فعارفين ان ليسن مش قريب ان هو يكونتست. This should be a free baron for trash team gaming. لوشن بيفتح الكول فور سام بيزن، واي نوت يلا وماله. ادي فري بارن. افتكرت الايتم دي اللي هي كانت للفريق اونر فور كاري، بس نيفر مايند طلعت للفريق ده بري سنيكي بارن. This is all من ايه يا جماعه؟ من فيجن، من ووردز، بس ان هم عرفوا ان ليسن موجود على الناحيه الثانيه، يلا بسرعه هنجيب البارن. فيري جود فيجن كنترول، بص 3 بيج بورد على الريفل دي عشان تسيت اب البارن، وبسهوله جابوها سنيكلي. هو ده الفيجن كنترول الصح يا جماعه، بس المفروض ان فريق اونر فور كاري دلوقتي اللي هو يعملوا ذير اونلي هوب بري استابليش فيجن على الناحيه دي، يفضلوا جنب بعض وما يدوش فري كيلز زي ما هم دلوقتي شكلهم هيعملوا. اتقفلوا من كل ناحيه، تريبل كيل 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 ويل ات بي ذا فاتا كيل، مش عارفين الفاتا كيل نيفر مايند الجوز اوفر كاست فيها، بس وين هي جت الكوادرا كيل؟ ده كتير جدا. وات از ذات دامج؟ ايه الدامج ده يا جنسلك؟ حرام عليك يا بابا. ايه البريشر ده؟ الانفينيتي ايدج بجد. اي فلاش بريدكتد ذا فلاش من جين، عمل فلاش هوك بريدكشن والهوك بيجي بس كده وكده. جيم بلانك تقريبا وان شوت الجين بالدمج بتاعه. In any case that's game 2 for trash team gaming. شكلها لسه one more fight before it's over. Here come كلهم بيفايت فوق الكاسيوبيا ميازما، كلهم one by one get hooked into the كاسيوبيا. تعالى يا حبيبي وماله. لوشن بيداش جوه الفاونتن بايع القضية. ايس والجيم والسيريز فور تراش تيم جيمنج، مبروك عليهم. They advance للدور ال 16، محتاجين يكسبوا two more best of threes to get qualified into the league. Well played and good game من trash team gaming. Very well played. شفنا very nice vision control, objective control, very nice mechanics. They have what it takes to go to the all-star league, but will they continue all the way? هنشوف ان شاء الله. دلوقتي عندنا السيريز ده خلص، عندنا السيريز اللي بعديه الساعة 9. ايه هو يا مورو؟ الساعة 9 انا ثانية واحدة اعمل كده. AGS versus قول والله. عندنا AGS versus قول والله الساعة 9 في توقيت القاهرة. ان شاء الله هنشوفكم بعد ساعة وتلت. ساعة وتلت بس لغاية دلوقتي شكلنا هنعمل ايه يا مورو؟ Will we take a break؟ بقول take a break عشان انا بقول take a break الصراحة. نقفل الستريم ونتيك بريك ونرجع تاني كمان ساعة probably. فان شاء الله هنقفل الستريم ونشوفكم بعد ساعة وتلت ان شاء الله probably. هنتفرج على الماتش والسيريز for AGS versus Ghoul والله. هنشوفكم ان شاء الله يا جماعة، والسلام عليكم.